أخبار اليوم. وبدأت أفكر لا ما وصلت فكرة الأرض، فكرة الأرض صنعت إزاي، فما كانش عندي باحث علمي إلا القرآن. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إتياني طوعا أو كرها، فقالتا جئنا لك طائعي. مين لا يروح لربنا؟ مين هم الاتنين دولك؟ لازم تكون حاجة كبيرة، النار والمية، الطاقة والمية. فسوونا سبع سماوات، ربنا بيشرح ازاي عمل الارض وفكرة الارض. فبدأت الفكرة تتكون، تراب، عفار، أتربة، عواصف، مية، مطر. معكش انت بحث علمي، كل كان فكري ان انا اتفكر في كلام الاله العظيم ربنا. فاستخدمت الهرم كنموذج للفكر. قلت ليه هما كانوا حاطين الشمس ودايما يفكروا في الشمس؟ فكان لازم فكري يروح للشمس. ازاي صنعت؟ ما هو الشمس دي ثابته، ده المفتاح. الفكره هنا في ماسورتين بتوع هواء، هندخل الهواء هنا، ده معمول على النسبه الذهبيه، يعني الدرجه دي هي درجه الحراره. شفت بقى الفكره؟ اللفه دي تديك درجات، كل الدرجات لانها ربع دايره. الهواء هو المايه والمايه هي الهواء، بس الفكره ان ربنا ربطهم كلهم برابطه. يعني الذره عباره عن ايه؟ الكترونات ونواه وذره الاكسجين والهيدروجين متعلقين فيها على درجه. لو المايه دي مش الدرجه دي موجوده تتفك. فجت الفكره في المفتاح ده، الهواء يخش برذاذ المايه ويدور ويرجع تاني. فانا كده كسرت وفككت الجزيئات من بعض، خبطتهم. الفكره دي جت لي منين بقى؟ من عندي حاجه اسمها كلونج تاور، اللي احنا بنبرد بيه افران الصاع، بنضرب المايه فنكسرها ويجي الهواء يخبطها فتبرد. ما كناش كده نبرد المايه على طول فرن الصار. الفرن الصار ده بيشتغل عند 1700 درجة، لازم المية تبرده بسرعة بسرعة بسرعة. فأنا عملت الفكرة دي، إن أنا بعمل إيه؟ الهواء يخش المضغوط، يخش يعمل عملية في المروحة، وراح مطلع إيه؟ الهواء متفكك جوه. فكرة معمول كله بالنسبة الذهبية، كله